أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الخرز. اليوم نتعلم نعمل فراشات كتير حلوة، وبتطير الفراشة وبتصير هدايا وبتصير للأعياد والمناسبات، تهدور أصحابكم منها. كتير حلوة هالفراشة، بتمنى تكون طريقتها سهلة بالنسبة لكم وتستفادوا من الشرح اللي بدي لكم إياه. وخليكم معي لآخر الفيديو. أهلا وسهلا فيكم، يلا نبدأ مع بعض. البداية أول شيء رح نعمل الجسم تبع الفراشة، بعدين الجنح الصغير، بعدين الكبير، كمان الطرف الثاني. بعدين بنعمل طبقتين وبنرجع بنعمل الحفة تبع الداير يلي هي هاي، شايفين كتير حلوة بتطلع الفراشة وكتير رح تنبسطوا. بعدين كمان فيكم تعلقوها هيك على الحيطان أو على باب الخزانة، كتير حلوة. وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على المتابعة، دعموني دايما. البداية من 4 خرزات، رح نربط الخيط 3 ربطات أو 3 عقاد. والخيط الزيادة رح نقيمه، نقصه بالمقص اللي هو هاد، رح نمكن الشغل من البداية. هاي الخطوة الأولى. رح نعمل هلأ الخطوة الثانية، رح نحط خرزة بيضة وبعدين واحدة سودة وواحدة بيضة، ورح ندخل بعكس الخيط اللي هو هيك. طبعا عم نشتغل احنا شكل رباعي، قلبت الشغل رح ارجع لحتى نمكنه تمام. هلا بدي كرر الخطوة اللي عملتها هون، لحط وحدة زهر أو فوشي وأسود وفوشي هون حتى نعمل شكل رباعي. منين الخرزات هوتون بالإبرة، نررهم بالخيط وندخلهم بالخرزة السوداء يلي فوق. هلا آخر خطوة، حنرجع هون بالشغل. بدنا نحط خرزتين سود، هدول القرون الاستشعار تبع الفراشة، هدول هنين. رح ندخل بالخرزة حتى يمتن الشغل، رح نرجع بالخرز بنفس الاتجاه، ما لازم نمشي إلا بالخرز اللي مرقنا فيه من الدور السابق. نرجع ندخل بالخرزة الزهرية والبيضة ومنيجي لعند هاي الخرزة الزهرية أو الفوش. هلأ رح نبدأ الشغل تبع الأجنحة. رح نشتغل أول شي هذا السطر اللي مقابل جسم الفراشة، رح نشتغل هذا كمان شكل رباعي. رح نقلب هيك الشغل ونبدأ نشتغل 4 4. رح نعمل هذا الجزء مثل ما لكم شايفين، رح نحط وحدة باللون الزهر واثنين باللون الأبيض، حطيتهم هون على السنارة عفوا على الإبرة. هلا رح نرجع بالشغل، هلا رح نرجع ونجي لهي الخرزة.
هلا الخطوة اللي بعد رح نحط، هلا نحن بهي الخرزة هون، وهي من هي من الجسم تبع الفراشة. هلا بدنا نحط واحدة بيضة واحدة زهر، واحدة بيضة واحدة زهر. بس أول شي شو لازم نعمل؟ لازم نمرر بجسم الفراشة بالخرزة البيضة اللي هي هاي، ورح نحط واحدة بيضة خرزة وواحدة باللون الزهر هيك، ورح نلف من هون هالطريقة. هلأ صار عندنا هون 3 خرزات بيض وهون واحدة بيضة يلي هي هذا الاتجاه. هلأ بدلكون عليه، هلأ نحن عم نعمل هذا الاتجاه. هلأ بدنا ننتقل للخرزة لونها زهر. هلأ الخطوة هون نحط واحدة زهر واحدة بيضة لحتى يصير عنا هون 3 خرزات بيض 3 بـ3. هلأ عنا هون 3 خرزات هون 2. هلأ رح نضيفها بهالطريقة هيك، شايفين؟ هلأ صار عنا 3 بـ3. بهي المرحلة بكون خلصنا الجزء الأول. رح نطلع هلا على الخرزات يلي فوق نشتغل عليهم. في عنا هي وهي وهي، هال3 خرزات. رح نبدأ بأول خرزة اللي هي هون، شايفين؟ بدنا نحط 2 باللون الزهر ووحدة بيضة. هدول هن الخرزتين باللون الفوشيا وحدة باللون الأبيض. رح ندخل طريقة. هلا نحن هون في عنا خرزتين، شايفينه هدول 2 هي وهي، بدنا نعملهم على هي الخرزة. رح ندور ونجي لهي الخرزة. هلا رح نلف بالشغل من هي الخرزة ومن هي، نجي على الخرزة البيضة يلي على الطرف ونحط لها خرزتين باللون الزهر هيك. نحطها هلا. هلا هدول هنين الخرزتين. رح ندخل هدول بسموهم خرز طاير لانه هو زيادة عن الشغل. رح نرجع لهون وندخل دغري بالخرزة الزهرية اللي هي هاي ونشد الخيط. هلا وصلنا لهي الخرزة اللي هي هاي باللون الزهر، شايفينها؟ رح نحط وحدة أبيض وحدة زهر يلي هدول هنين. رح ندخل بالخرز وننتقل للخرزة البيضة. هلا وصلنا لهدول ال4 خرزات. هلا نحن عاملين التنتين اللي هنن هي وهي، باقي نضيف هدول الخرزتين البيض. حطيتهم على الابره. رح ندخل هون بالخرزه البيضه وبعدين بالخرزه الثانيه البيضه. هلا نحن هون خلصنا الجنح الصغير تبع الفراشة. هلا الجنح كمالته هو بيجي اكبر، عشان هيك هلا هون بدنا نعمل زيادة بالشغل حتى يطلع هذا الجنح اكبر. شوفوا مثل ما له مجهولة. هلا هذا الصغير هون خلصته. هلا وصلت لهي المرحلة، بدنا نعمل بس هالقسم هذا بنكون خلصنا. خليكن معي. هلا انا اشتغلت هدول الخرزات الاربعة. هلا في عنا هي الخرزة اللي على الطرف رح نحط فيها 2 زهري وواحد ابيض، 2 زهر وواحد ابيض. هي كمان
بنسميها غرزة متطرفة، لأنه هي جاي هيك، أو طايرة، لأنه هي زيادة عن هدول بالعادات. شايفين؟ هلا رح أطلع على الخرزة اللي بدي أشتغل فيها، اللي هي هاي. نمرق الخيط تمرير، بنمرره. هلا بدنا نحط، شو قلنا هون؟ لحنا هلا بدنا نحط وحدة بيضة واثنين زهر. هون وحدة بيضة واثنين زهر. هلا لسهولة العمل انا بدي ابرم هيك بالشغل مشان ارتاح وانا عم دخل الخرز بهي الخرز المتطرفة، ونعمل هذا الجزء الطيار انه هو بيجي زيادة. شايفين؟ هي هي. خليكن معي تمام. هلا انا خلصت هذا الجزء، عملت هدول الغرز الرباعية. هلا انا الخيط تبعي طالع من هون. هلا انا بدي انقل لهي الخرزة وحط وحدة ابيض وحدة زهر، وحدة ابيض وحدة زهر، اشتغل هي الدائرة الصغيرة. نحمرر الخيط لهي الخرزة. شايفين؟ ولحط وحدة زهر وحدة بيضة. نحن الخرز الزهر هو الخرز اللي على الطرف. نحن ندخل بالخرزة بهالطريقة. هلا هي دخلنا فيها زيادة، رح ارجع اطلع. نحن بسنا نشتغل على الخرزة البيضة، هذا الجزء. شايفين؟ هلا بدي لف الخيط على الخرزات نفسهم لارجع لهي الخرزة اللي هي هون، اللي هلا انا عملتها، اللي هي هون. وهلا شوفوا شو الخرز اللي بدنا نحطه بداخلها. هلا انا صرت بهي الخرزة. كمان رح مرر لهي الخرزة بهالطريقة. هلا بدي احط، انا وصلت لهي، رح احط وحدة ابيض وحدة زهر وارجع لهي. هلا دخلت الخرزتين الابيض والزهر، رح ادخلهم بهدول الخرزتين. رح ارجع بهي الخرزة وحط خرزتين باللون الفوشيا، هدول الاخرانيات. بكون خلصت هذا الجزء. بدنا ننتقل لنعمل الجناح او الجنح اللي بالطرف الثاني. هدول هنين الخرزتين، رح ندخلهم هون. هي الغرزة الطيارة. هيك بنكون خلصنا هذا الجزء. اذا هيك مثلا بتشوفوا اكثر. ولازم يكونوا الخرزات طابقين على بعض تمام، ما فيهم لا زياده ولا نقصان. هذا الخيط لازم اقطعه، والطرف الثاني بنفس الطريقه تمام. شايفين الخرزات بدهم يمشوا مع بعض تمام تمام. هلا بس بدي ارجع بالخيط، لانه هذا الخيط ما عاد يكفي، رح توهه بالشغل. ومنه كل ما بنعيد على الغرز كل ما بيصير الشغل احلى. رح تابع بنفس الطريقة. هلا عملت خيط جديد ودخلت من هون ولفيت واجيت لهي الخرزة السوداء اللي هون. هلا رح اطلع على الخرزة الزهرية. ومثل ما ضفت هون رح اضيف بهذا الاتجاه. بحط ثلاث خرزات، وحدة فوشيا وتنتين بيض. الزهرية بنحطها قبل حتى تطلع على الحفة، حفة الجنح تبع الفراشة.
رح نشتغل الجزء الأول من الجناح اللي هو هذا السطر الأول على 3 خرزات، هي وهي وهي. هلا الحلف بالخيط واجي على هاي الخرزة. وادخل بالخرزة الأساسية تبع جسم الفراشة. هلأ هون عملنا شكل رباعي. هلأ كمان هون عندي تنتين بدي أعمل شكل رباعي، خرزتين اللي هنن واحدة بيضة واحدة زهر. رح أدخل بهاي الخرزة الطريقة، رح أدخل بالخرزة الثالثة من جسم الفراشة. حطيت وحدة زهر وحدة بيضة لحتى الزهرية تكون ماشية مع هي تبع الطرف. وندخل بالخرزة وبهي حتى نعمل شكل الرباعي. هلا لحلف بالخيط واطلع للخرزة يلي فوق. نفس الخرز اللي حطيناه هون بدنا نرجع نكرره بهذا الطرف. هلأ لحط 2 زهر ووحدة بيضة بهي الخرزة. رح ارجع لهي الخرزة اللي هي هون، حط 2 باللون الفوشي او الزهر. رح نرجع بهدول الخرزتين، هي الاولى هي الثانية. نجي لهون ونحط الخرزتين باللون الزهر. حطيت الخرزتين مررون. رح نفوت بهاي الخرزة، دول خرز زيادة، خرز طيار لأنه عم نعمل زيادة. رح أرجع لهاي الخرزة وبعدين رح أدخل بالخرزة يلي بالنص يلي هي الخرزة الثانية هلأ بدنا نشتغل عليها. هلأ ضفت الخرزة البيضاء والزهرية، رح ادخل هون لأعمل شكل رباعي من هدول الخرزتين، وهدنك 2 بصيروا 4، وانتقل على الخرزة اللي بعد. هلأ هون في عندي خرزتين بيض، أنا هلأ وصلت لهون بدي احط هلأ خرزتين بيض، شايفينهم يلي هنن هون عندي. هلأ أنا هون بدي احط هلأ هدول التنتين، هدول هنن الخرزتين لحطهم دخلهم بمكانهم بهي وهي حتى نعمل شكل رباعي. هلا بدي اطلع على الخرزة هي اللي فوق مشان اشتغل عليها. هلا بدي احط وحدة بيضة واثنين زهر حتى اكمل هذا باللون الزهر. هون بدي اعمل خرز زيادة، يعني هيك عم بدي اشتغلهم على الحفة مشان وسع الجنح فيهم هنن هدول بهالطريقة. هلا رح انتقل لهي الخرزة وحط عليها وحدة زهر وحدة بيضة. هدول هنين رح ندخلهم بهاي الخرزة
نفس اللي عملته بهذا الطرات نعمله هون. لحلف هلأ حول الخرز وارجع لهي الخرزة بدي ادخل هلأ كمان بهي عشان اعمل هون الخرز الزيادة، هذا الخرز الطيار. هلأ أنا وصلت لهي الخرزة، لحط واحدة بيضة واحدة زهر، رح أدخل بهدول الخرزتين وحطيت واحدة زهر واحدة بيضة. وهلأ آخر شي شو بدي أعمل، بدي أطلع على هاي الخرزة يلي فوق، أحمرر الخيط وأوصل لعندها بهالطريقة. احط خرزتين باللون الزهر، هدول هن الخرزتين نحطهم هون. هي هي الفراشة، ان شاء الله تكونوا لقيتوها سهلة. هلأ لحتوه الخيط شوي ومنه بمكن الخرز، ودائما بقلكم بتمشوا مع الخرز وانتو عم تتوهوا الخيط. هلأ باقي انه نجمعهم مع بعض. نجمع عشان تطلع فراشة منفوخة، تطلع الميدالية او البورتوكلاه كتير مميزة وحلوة. احنا وقت بنجمع قطعتين من الخرز، يعني ممكن نبدأ بالجمع من اي مكان، ما في مكان محدد، يمكن من هون من هون من هون اي مكان. واللي بيتابع اعمالي بظن بلاقي جمع قطعتين سهل، لانه تقريبا صرت عاملة كتير هاي الفكرة. قد ما قدرنا بنمشي بالخرز، كل ما عبينا الخرز بالخيط كل ما بصير الشغل قاسي وماكن، بصير احلى. هي هي الطريقة، شايفين مو صعبة. هلا انا وصلت لهي الخرزة، رح اطلع لفوق. هلا الختم تبع الشغل كله بالشكل الرباعي، رح اخذ خرزة بيضة. هلا انتو فيكن هون تختموا الشغل بخرز غير اللون اللي انتو شاغلين فيه الفراشة، بس انا ما بعرف ليه حابة اعمل هالمرة الحفة باللون الابيض. ممكن تعملوها باللون الزهر او الفوشيا، ممكن تعملوها بالاصفر، يعني شو ما عندكم فيكن تشكلوا، لانه الفراشة بيكون فيها عدة الوان. هالطريقة. هلا بنرجع لهون، واهم شي يكون الخرز اللي على الحفة يعني الطرف الاول مثل الطرف الثاني تمام، مشان تقدروا تجمعوهم مع بعض، لانه اذا في غلط بالشغل ما بيتم، ما فيكم تجمعوا القطعتين مع بعض. هاي هي الطريقة تبع ختم الشغل. ندخل بالخرزة اليمين، ناخد خرزة بيضة، نروح على الطرف الشمال، ندخل نرجع بالخرزة البيضة من السطر الأول أو من الدور الأول، نرجع من هون مرة، بندخل بالطرف اليمين مرة بالطرف الشمال،
واليسار. هلأ دخلنا طرف الشمال، خدنا خرزة بيضة ورجعنا لهم. وهيك منتابع الشغل. هلأ وصلنا رح نقول راس الفراشة، رح نحط خرزة هون، هن يقولون الاستشعار تبعه، بس يلا نحط خرزة. هلأ لحنا بالمنطقة هي تبع الراس رح ننقل الخيط نقل، بس شايفين ما رح نحط خرزة هون عشان ما ننزع الشكل تبع الفراشة. هلا بدنا نحط خرزة بيضة، شايفين هون. هلا لحنا لحتى نقدر نرجع بالشغل هيك ونعمل دورة، بس هلا الأسهل إنه نمرق من هون. طريقة هلا بدي احط خرزة بيضة. ندخل بهاي. وبنشد الخيط، الخرزة بتجي بمكانها اللي هي هون، شايفين. رح ارجع الخرزة هاي مشان الشغل يكون متين. وبتابع الشغل مثل البداية. هلا رح نجي على هاي الخرزة. تذكرتوا احنا هون كنا حاطين خرزتين مع بعض، مندخل بيناتهم الخرز الأبيض. دخلت خرزة زيادة باللون الزهر. هيك بيصير شكل الفراشة أحلى وقت مندمج الطرفين مع بعض، بصير منتظم الشغل، شايفين. رح تابع وارجع لكم بعد شوي. هلأ منتابع الشغل، وصلنا للأسفل. شايفين هلأ هون نمرق، مرر الخيط من هاي الخرزة السوداء بهالطريقة، ورح نحط خرزة بيضة. حتى نحافظ على شكل الفراشة ونتابع الشغل.
قرب الخيط يخلص. باقي من هون لهون. هلأ باقي الخطوات الأخيرة بجمع القطعتين الفراشة. هلا ممكن نحنا نمكن الشغل، نرجع ندور حواليه. ما بصير ننتقل من هاي الخرزة لهي، شايفين هذا غلط. لازم ندخل بالخرزة البيضة اللي بالنص اللي هي هاي، نعمل كله أشكال رباعية ولحنا ماشيين. رجعوا بتمكنوا هون، بفوتوا فيهم مرة تانية. هاي هي الفراشة، ان شاء الله تكون عجبتكم. وهلأ باقي نعلق الشنغال تبع الفراشة، منحطها على الطرف بهالطريقة. هلأ هي الحديدة طرية، انا ممكن اعملها بايدي. من شدة تمام. هذه هي الفراشة المميزة، إن شاء الله تكونوا حبيتوها ولقيتوها سهلة بالنسبة لكم. مشوا معي خطوة خطوة بتلاقوها سهلة وكتير كتير مميزة. وهلأ وصلت لآخر الفيديو، شوفوا المناظر قدي حلوة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفكرة، وعلى فكرة هي فيكم تبيعوها وتستفادوا منها. يعني هذا مشروع للربح، تعملوها بكل الألوان اللي انتو بتحبوها. وهي الفراشة لحالها طارت ونزلت. فيكن تعملوها طبقة واحدة، وفيكن تعملوها طبقتين. طبعا طبقتين أحلى وأجمل. بتمنى دائما تتابعوا أعمالي، وما تنسوا اللايك مشاركة مع أصحابكم. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.